هلو، this is دكتور وعد. ايه الفرق بين الكيتو دايت والباليو دايت؟ انا عمري ما اتكلمت عن الباليو، بس هشرحه دلوقتي بالتفصيل. في ناس ممكن لما تشوف عنوان الفيديو ده تحس انه انا كان نفسي من زمان اعرف ايه الفرق بين الكيتو والباليو. وفي ناس تقول عليه باليو، في ناس تقول عليه باليو، انا بقول عليه باليو. في ناس تانية بتقول ممكن لما تشوف الفيديو ده تقول ايه ده، هو ايه اصلا العلاقة بين الكيتو والباليو. هنقول دلوقتي ايه العلاقة وايه الفرق، وعلى فكرة في علاقة قوية بين الاتنين. مبدئيا الباليو دايت هو الدايت بتاع الانسيسترز، الانسيسترز اللي هم القدماء، اللي هو زمان قبل الحضارة وقبل التصنيع وقبل حتى ما الزراعة تتطور قوي زي دلوقتي، اللي هو الاكل اللي احنا بناكل الحاجة زي ما ربنا خلقها. هو ده الباليو دايت، ان احنا ما ناكلش اي حاجة مصنعة، ان احنا ناكل كل حاجة طبيعية. فانت مفيش بقى اي ريستريكشنز زي الكيتو. يعني الكيتو احنا بنقول مثلا مفيش نشويات بتعلي الانسولين، مثلا مفيش رز، مفيش بطاطس، مفيش عيش، مفيش كده. لا، في البيليو احنا مش بنتكلم كده خالص، احنا بنقول مفيش حاجه مصنعه. يعني انت بتاخد الحاجه زي ما بتتقطف من الشجره زي ما هي، او زي ما بتطلع من الحيوان زي ما هي. فمش بتاخد مثلا عيش، لان العيش ده ما بيطلعش من الشجر عيش، بس ممكن تاكل بطاطس، بس ممكن تاكل فاكهه، بس ممكن تاكل الحاجات دي كلها. فده ببساطة كده ومن بره الباليو دايت. دلوقتي ايه الفرق او ايه العلاقة بينه وبين الكيتو؟ الكيتوجينيك دايت هو الدايت اللي احنا بنشيل منه الحاجات اللي بترفع الانسولين جدا، اللي هي الهاي كارب فيجيتابلز او الهاي كارب عامة. يعني بنشيل الخضار المليانة نشويات زي البطاطس والبطاطا والذرة والحاجات دي، والفواكه، وبنشيل الكربوهيدرات بقى النشويات خالص. يعني بنشيل العيش والرز والمكرونات والشوكولاتات والحلويات والكلام ده كله. الهدف منه، الهدف الأساسي، علاج مقاومة الأنسولين أو علاج مرض السكر عن طريق تقليل الأنسولين. البيليو دايت بقى الهدف منه صحتك. في ناس بتعمله عشان تخس. انا قلت قبل كده اي دايت في الدنيا، سواء هتعمل كيتو، هتعمل لو كارب، هتعمل نظام نباتي، هتعمل اي دايت في الدنيا، اي دايت في الدنيا هيشيل منك الشيبسي والبيبسي والشوكولاته، اي دايت في الدنيا هيشيل منك الاكلات المصنعه والاكلات اللي مش كويسه والاكلات المهدرجه والاكلات اللي كده، هيخسسك. لمجرد ان هو شال منك اكل انفلاماتوري، شال منك اكل بيسبب التهاب، شال منك اكل كده كده بيتخن ايا كان حالتك الصحيه. فالبيليو هو المثال الصريح للموضوع ده، احنا شايلين منك اي حاجه مصنعه. من ضمن الفروقات اللي بين الكيتو والبيليو، تعالوا نشوف الفروقات، وتعالوا نشوف الحاجات اللي شبه بعض، وتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه او ايه الاحسن حاجه ممكن نعملها. الفروقات اللي بين الكيتو والبيليو، مثلا في البيليو انت ما ينفعش تاكل الجبن اللي احنا بناكلها في الكيتو، مثلا ما ينفعش تاكل محليات صناعيه، ما ينفعش تاخد المحليات زي ما بناخد في الكيتو خالص، لان الحاجات دي طبعا مش ناتشورال، الحاجات دي مش طبيعيه، الحاجات دي الانسيسترز بتوعنا اجدادنا ما كانش ليهم اكسس عليها او ما كانوش بيعرفوا يوصلوا لها. بس في الكيتو احنا بناخد الحاجات دي عادي، بس مش بشراهه او مش بكميات. بس ده برضو من اهم الفروقات اللي بين الكيتو والبيليو. ايه مشكلة الباليو دايت؟ خلينا نشوف ان اهم ميزة فيه ان هو بيبعد عنك كل الاكلات المصنعة وكل الاكلات اللي ممكن تجيب لك التهابات. بس ايه مشكلته؟ اول مشكلة في الباليو دايت ان هو مش بيكونسيدر خالص الماكرو نيوترينز. يعني ايه؟ انا اي حد عارفني عارف ان انا ضد حساب السعرات وضد انك تقعد تدخل اكلك على ماي فيتنس بال والكلام ده خالص. بس احنا عندنا بنكونسيدر طريقة الاكل، يعني بروتين قد ايه في الطبق، مش لازم بالجرام يعني، بس على الاقل بالعين. في الباليو مفيش اي كونسيدريشن في الموضوع ده. يعني انت عايز تاخد كل اكلك نشويات عادي، عايز تاخد كل اكلك بروتين عادي، عايز تاكل كل اكلك دهون عادي. ففي البيليو انت مفيش اي كونسيدريشن انت بتاكل بروتين قد ايه، وبتاكل كارب قد ايه، وبتاكل فات قد ايه. فده طبعا عيب كبير قوي في البيليو دايت. برضو من ضمن العيوب بتاعت البيليو دايت ان انت بتفضل جلوكوز ديبندنت. يعني ايه بتفضل جلوكوز ديبندنت؟ يعني انت بتفضل جسمك معتمد على النشويات كمصدر طاقة. هتفضل لو قعدت ساعتين من غير اكل بتصدع، هتفضل لو قعدت 5 6 ساعات من غير نشويات بتصدع، هتفضل بتتعب جدا لو قعدت فترة طويلة من غير اكل اصلا. فانت هتفضل في الدايرة بتاعت الجلوكوز ديبندنسي. انا عملت كذا فيديو على موضوع الجلوكوز ديبندنسي دي، ان احنا ازاي جسمنا مش مفروض يبقى معتمد على النشويات كمصدر طاقة لدرجة انه ما يعرفش يقعد ساعتين تلاتة اربعة خمسة على بعض من غير نشويات. حط اللينكات بتاعت الفيديوهات دي في الديسكريبشن. بس ده من اهم عيوب الباليو دايت. دول من وجهة نظري العيبين بتوع الباليو دايت. في حاجة انا عايزة كومنت عليها كده على الباليو دايت، انا عمري ما شفت حد بيقولها، بس ده رأيي من زمان قوي. احنا لو عاملين البيليو دايت علشان نتبع الانسيسترز، علشان نتبع القدماء، ايام ما كانش فيه اصلا امراض، ايام ما كانش فيه الامراض بتاعتنا دي خالص، ولا كانسر ولا سكر الكلام ده خالص،
هل الشخص اللي كان عايش من 1000 سنة مثلا كان بيعرف ياكل 5 مرات في اليوم؟ مستحيل. هياكل 5 مرات في اليوم ازاي؟ هو ما عندوش تلاجة، هو ما عندوش فرن، هو ما عندوش بوتاجاز، هو ما عندوش اصلا اكسسبيليتي الاكل طول النهار. هو مش سهل ان هو يعرف يجيب اكل كل يوم، حتى علشان يجيب اكل 5 مرات في اليوم ولا 6 مرات في اليوم. فلو هتعمل بيريو دايت لازم تعمل معاه انترميتنت فاستنج، لازم تعمل معاه صيام متقطع، مش علشان تقلل الانسولين، هو اكيد عشان تقلل الانسولين، بس انت حتى لو مش بنيه تقليل الانسولين، انت عامل البيريو دايت علشان تتبع الدايت اللي كان بيتبعه الناس ايام ما كانش فيه امراض، ايام ما كانت صحه الناس كلها كويسه. طيب هل في الوقت ده اصلا كان في حد ينفع ياكل 5 مرات في اليوم؟ يبقى احنا هنكمل جميلنا مع البيريو دايت لو هنعمل بيريو دايت، وهنعمل معاه انترميتنت فاستنج او صيام متقطع، وده في ذاته ممكن يساعدك تبقى فات ديبندنت او يعود جسمك على حرق الدهون مع البيليو دايت. يعني احنا لو خدنا البيليو دايت وعملنا فيه شويه موديفيكيشنز، عملنا فيه شويه تعديلات، ممكن يبقى كويس جدا. لو عملنا فيه تعديلات ان احنا هنعمل الاكل بيليو، هناكل اكل طبيعي بس مش هناكل طول النهار. لو عملنا فيه تعديلات ان احنا هنعمل معاه صيام متقطع، لو عملنا فيه تعديلات ان احنا هنظبط الماكرو نيوترينز، يعني مش هنقعد ناكل فاكهه نقول اصلها بيليو يبقى نفضل طول النهار ناكل مانجا، لا طب. فاحنا لو ظبطنا فيه الظبطات دي هيبقى دايت تحفه، هيبقى احسن دايت ممكن تعمله في حياتك. كان في حد بيحب البيليو قوي، حد كان عنده مشكله كبيره مع الويت، مع الويت لوس، مع نزول الوزن، اسمه جيمي مور. جيمي مور ده عنده كتاب الوصفات، هو مشهور شويه في العالم بتاع الكيتوجينيك واللو كارب، وكان عنده محاضره اسمها كيتو ام بيليو ار اميكس فروم هيفن، يعني الخليط بين الكيتو والبيليو خليط من الجنة. يعني ايه بقى؟ يعني احنا دلوقتي عرفنا ايه مميزات الكيتو دايت وانا اتكلمت عنه كتير، دلوقتي اتكلمنا وفهمنا يعني ايه بيليو دايت. تخيل لو جمعت الاتنين، تخيل لو عملت كيتوجينيك دايت بس عملته بيليو. مش لازم ان انت تبطل تاكل ديري ونقعد بقى نقول بس دي مش بيليو، مش لازم كده، بس الكونسبت بتاع البيليو، الكونسبت بتاع ان احنا مش هناكل حاجه غير لو كانت طبيعيه، الكونسبت بتاع ان انا مش هاكل لحوم مصنعه، مش هاكل جبن مصنعه، مش هاكل مش عارفه بروتين بار كله زيوت نباتيه واقول اصل كيتو اصله لو كارب. لو عملت كيتو بطريقه البيليو ده احسن دايت ممكن تعمله في حياتك. هتبقى شلت او لو كارب على فكره، بس يعني انا دلوقتي بتكلم على الكيتو، بس ايفن لو عملته لو كارب بس هتبقى شلت كل عيوب البيليو دايت، وهتبقى استفدت بمميزات الكيتو، ان انت هتعالج مقاومه الانسولين، هتعالج الانسولين ريزيستنس، هتعالج الانسولين ريزيستنس مقاومه الانسولين، هتبقى فات ديبندنت، هتبقى جسمك بيحرق دهون طبعا اكتر بكتير قوي من لما تعتمد اعتماد كلي على البيليو. الناس اللي فاكره الكيتوجينيك دايت هو دايت وخلاص، هو الكيتوجينيك دايت مش دايت وخلاص. الكيتوجينيك دايت الهدف الاساسي منه انه ميتابوليك سويتش. ميتابوليك سويتش يعني حاجه بتغير الميتابوليزم بتاعتك، بتغير الحرق بتاعك. الدكتور بنجامين باكمان دايما بيقول عليه فليبنج ذا سويتش. فليبنج ذا سويتش يعني كانك بترفع الزرار، كانك بتغير، بدل ما انا طول النهار قاعد بحرق في نشويات هبقى طول النهار قاعد بحرق في دهون، فهبقى فات ديبندنت فهحرق دهون. هو ده الفكره، هو ده الكونسبت من الكيتوجينيك دايت، هو ده اصلا اللي بيخليه يعالج لك مقاومه الانسولين او يقلل لك الانسولين. فلو احنا عرفنا نجمع بين الاثنين هنبقى عملنا احسن دايت في الدنيا. معظم انا ما شفتش حد بيعمل بيليو في حياتي غير مره واحده، وكان كروس فيتر. ومعظم الناس اللي بتلعب اللي بتعمل بيليو بيبقوا بيلعبوا كروس فيت او بيبقوا اثليتس غالبا يعني. بس انا مش عايزه نعمل بيليو نوبسس على انه دي طالما حاجه جايه من الشجره يبقى اه، طالما حاجه مش جايه من الشجره يبقى لا. طالما انا عايزاه ناخد منه الحلو بتاعه ان احنا ما بناكلش غير حاجات طبيعيه، مع الميكس بتاع الكيتوجينيك لايف ستايل او اللو كارب لايف ستايل بتاع ان احنا مش هنعمل حفلات انسولين، ومش هنعمل مش هنقعد ناكل نشويات طول النهار، ومش هناكل طول النهار لان الانسيسترز بتوعنا اجداد اجدادنا ما كانوش بياكلوا طول النهار، لان ما كانش عندهم الرفاهيه دي اصلا. ولو كان المفروض تاكل طول النهار عشان تبقى على قيد الحياه ما كانش زمان انا موجوده بصور الفيديو، ولا كان زمانك انت موجود بتتفرج على الفيديو، لان ما كانش زمان اجدادنا عرفوا يعيشوا، لان زمان ما كانش فيه رفاهيه انك تاكل 5 مرات في اليوم اصلا. فده الفرق بين البيليو والكيتو، وده ازاي نعرف نجمع الاثنين عشان نوصل للميكس فروم هيفن، الخليط اللي جاي من الجنة اللي هو الكيتو مع البيليو. This was Dr. Wad. Have a good day.